نقول نشيك عليها ولا مشيكش عليها؟ نشيك على المحاضرة ولا ايه؟ قلنا في المحاضرة ورينا موضوعين. الموضوع الأول شروط القوة. ما هي أهم الشروط؟ تقسيم ال ما هو النظام القضائي المصري؟ إيه هو النظام القضائي المصري؟ رباعي. نظام رباعي. صفر من خمس. نظام القضائي المصري صح تمام. نظام احنا قلنا المره اللي فاتت نظام القضايا المصري هو نظام رباعي. تعالى تقول نظام رباعي. نظام رباعي يعني احنا بنسميه نظام رباعي. هو نظام المشهور ان هو قضاء مستوي، لكن احنا عندنا بالاضافه الى جهتين القضائيتين المعلومتين اللي هم ايه؟ القضاء العادي والقضاء الاداري. العادي والقضاء الاداري في جهتين قضائيتين اخريين دستوريه. المحكمه الدستوريه العليا اوعى تنسى لان هجيبالك في القضاء العسكري. يبقى الامتحان بتاعنا صح وغلط لو تحبوا يعني. احنا نشترك مع بعضنا في وضع الامتحان، يعني انتوا تشتركوا معايا في وضع الامتحان وفي شكل الامتحان. ايه رايك؟ طب كان بجد عاوزوا نظام بحثي ما عنديش مشكله، نظام صح وغلط ما عنديش مشكله. المهم احنا نطلع بمعلومه، يعني انا اللي يهمني في النهايه خالص ان كلنا نطلع بمعلومه، بس مش اكتر من كده. انت طلعت بمعلومه يبقى انا اديت الهدف المهمه المطلوبه مني، وان شاء الله توفق بعد كده ان شاء الله باذن الله. اتفضل. فانا بقول لك اوعى تنسى ان المحكمه الدستوريه العليا رغم ان هي محكمه واحده الا ان هي في حقيقه الامر ها جهه قائمه بذاتها. طب والكلمه دي تفرق في ايه يا جماعه؟ ما النتائج؟ اكتب سؤال اهو. ما هي النتائج؟ سؤال من ضمن الاسئله. ما هي النتائج المترتبه على اعتبار المحكمه الدستوريه العليا جهه قضائيه قائمه بذاتها؟ ايه النتائج اللي ترتب على ده؟ ولا انت بتبغبغبه خلاص؟ مش انت طبعا، مش كلكم على دماغك. انت اللي هو مش فاهم. احكامها لا تقبل الطعن علينا امام اي جهه اخرى. وايضا احكام الجهات الاخرى افهم لا يجوز الطعن فيها امام محكمة الدستور العربي. يبقى لو طلعنا ايه؟ نتيجتين. النتيجة الأولى النتيجة الأولى إن أحكامها كان المحكمة الدستورية العليا لا تقبل الطعن أمام أي جهة قضائية أخرى أو أمام أي محكمة تابعة لجهة قضائية أخرى. عشان كده تبص تلاقي على طول أحكام المحكمة الدستورية العليا غير قابلة للطعن. أنت ما سألتش نفسك سؤال ليه غير قابلة للطعن؟ لأنها جهة قضائية قائمة بذاتها. وكمان احكام المحاكم الثانيه اللي تابع للجهات الاخرى لا تقبل الطعن امام محكمه الدستور العليا، لان دي جهه ودي جهه ثانيه خالص. خلاص؟ مفهومه؟ خلاص براحتك. خلاص؟ الاحكام الجهه الاخرى لا تقبل الطعن امام محكمه الدستور العليا. بس هقول لك في حته مهمة خالص وانت المفروض تبقى فاهمها. الناس بتوع 2015 2016 المفروض المنتظر لسه مش عارف هم فاكرينها ولا لا. لو عندنا تنازع على الاختصاص، فاكرين الكلمة دي ولا مش فاكرينها؟ حد فاكرها؟ يعني ايه تنازع على الاختصاص؟ يعني انهي دولة اللي تفصل في النزاع؟ تنازع على الاختصاص من جهات قضائية، يعني عندنا منازعة معينة. في تنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري. جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري. القضاء الإداري عاوزها بيقول دي منازعة إدارية. والقضاء العادي عاوزها بيقول دي منازعة مدنية. واصل الكلام؟ فالقضاء العادي تصدى وفصل أو تصدى للدعوة ونظر فيه. والقضاء الإداري أيضا هو الأرض تصدى لنفس الدعوة بالنفس الخصوم
وفصل فيه او نظر فيه، مين اللي يفصل في التنازع بين هذه الجهات القضائيه؟ لان اصبحنا امام جهتين قضائيتين متنازعتين على الولايه والاختصاص، كل واحده ماسكه او كل واحده طارده، يا طارد يا ماسك في الايه في المنازعه، خلاص اسمه تنازع، يا اما تنازع ايجابي يا اما تنازع سلبي على الاختصاص او الولايه. مين اللي يفصل في هذا التنازع؟ المحكمه الاستئناف. بس خلي بالك هي بتفصل مش باعتبارك ايه الطعن بقى. لا يطعن في احكامه برضه، احكام القضاء الاداري ولا احكام القضاء العادي بيطعن في احكامه. امال الحكايه ايه؟ ان انا بقدم طلب مش بقدم طعن. بقدم ايه؟ طلب لمين؟ المحكمة الدستورية العليا. بقول لها ايه في الطلب؟ عشان تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي؟ لو الدنيا ماشية معاك غيرك هتبقى وحشة قوي. خلاص؟ هتبقى محامي فاشل ان شاء الله، طبعا ما تسكتش. وهتبقى قاضي فاشل ان شاء الله باذن الله. وده كل الناس اللي كل القضاة الموجودين كويسين عشان ما نخبطش في القضاء بتاعنا. خلاص؟ ايوه يا محمد. انا موجود في الكليه يا محمد، بتحب تيجي ولا ما تيجي؟ ماشي؟ ماشي يا حبيبي. ماشي. ماشي، الساعة 3 كل شوية. ماشي؟ خلاص؟ كل اللي بيحصل عند التنازع عن الاختصاص عشان افهمك ان برضه مفيش طعن، لان انت ممكن تتخيل ان في طعن، تتخيل ان في طعن، مفيش طعن ولا حاجه. كل اللي بيحصل ان عند وجود تنازع عن الاختصاص بين هذه الجهات بيتقدم طلب للمحكمه الدستوريه العليا لتحديد الجهه صاحبه الولايه والاختصاص بس. فالمحكمة الدستورية بتقول الجهة المختصة أو صاحبة الولاية بهذه المنازعة هي جهة القضاء العادي. هي جهة الإيه؟ بموجب هذا الطلب مش بموجب هذا الطعن، ما هو شعر، طلب. بتحدد بتقول الجهة مثلا صاحبة الولاية الاختصاص للفصل بهذه المنازعة هي جهة القضاء العادي. خلاص؟ يبقى إيه اللي يحصل؟ الالتزام بتنفيذ الحكم، وتنفيذ الحكم معناه إيه؟ معناه الذي يتعين أن يتصدى لهذه المنازعة ويفصل فيها هي جهة القضاء العادي، ويتعين على جهة القضاء الإداري التخلي عن هذه المنازعة وعدم الفصل فيها، وإلا إذا تناحت وفصلت يبقى حكمها منعدم لصدورك من جهة ليست لها ولاية أو اختصاص. فاهم الحدوتة ماشية إزاي؟ أنت تبقى فاهم ايه وظيفه كل جهه قضائيه؟ ايه وظيفتها؟ طبعا المحكمه الدستوريه العليا زي ما قلت لك قبل كده ليها اختصاصات اخرى من ضمنها واهمها وعلى راسها اختصاصها الفصل في المادة الدستورية قانون معين او لائحه معينه. وصلت؟ دي الجزئيه الاولانيه اللي اتكلمنا فيها، الجزئيه الثانيه اللي هو القاضي بقى، لانه باعتباره العنصر الرئيسي في المحكمة. احنا قلنا عندنا اربع جهات وحددناهم وقلنا فكرة مختصرة عن كل جهة قضائية. الجهة القضائية جهة القضاء العادي مكونة من عنصر بشري. العنصر البشري ده مين؟ زي ما قلت لك كلمة القاضي او كلمتين، القاضي واعوانه. ها؟ العنصر البشري اللي موجود في المحكمة القاضي واعوانه. وانا قلت لك اعوان هتحط تحتها حاجات كتير جدا. هتحط تحتها النيابه العامه، وتحط تحتها المحامين، وتحط تحتها قلم الكتاب، وتحط تحتها قلم المحضرين، وتحط تحتها المترجمين، وتحط تحتها الخبراء، كل دول اعوان للقاضي عشان يقوم بالمهمه بتاعته. خلاص؟ القاضي بقى قلنا ده اهم عنصر من هذه العناصر البشريه. انا عاوز ايه؟ اي واحد رايح محكمة عاوز القاضي ده يبقى ايه؟ يبقى على سنجة 10، مش كده برضه ولا لا؟ وعشان القاضي يبقى على سنجة 10 لازم اعمل فيه ايه؟ يبقى عنده اهلية. يبقى كويس، وعشان يبقى كويس يبقى عنده اهلية على سنجة 10. ها؟ شوف في شروط وضمانات. شوية شروط معينة في القاضي عشان اطمن ان هو مهني كويس، مهنيا او وظيفيا كويس.
الشروط الثانية مطلوبة عشان أطمن لحيدة هذا القاضي وأنا ذاهبي واستقلالي. ها؟ يبقى عاوز قاضي وظيفياً كويس، فنياً كويس، فنياً يعرف يحل قضايا الجيله، وعاوز كمان مش بس فنياً كويس، لا ضميرياً كويس. ضميرياً إيه؟ كويس. ضميرياً كويس يبقى معناها قاضي محايد ومستقل ونزيه. قلنا فنياً كويس بالشروط، ايه الشروط المطلوبه باختصار عشان نخلص؟ عنده الاهليه وحسن سيره السلوك ومصر الجنسيه، حتى في الموظف العام اول شرط الاهليه والاهليه مصر الجنسيه والجنسيه وحسن سيره السلوك والسمعه وعدم الحكم عليه بجريمه مخالفه للشرف او الامانه. سهله ولا صعبه؟ سهلة ولا صعبة؟ تاني اهوت عندنا شوية شروط مطلوبة في القاضي. أولا يتعين أن يكون حاصل على لصوص الحقوق. وعلى فكرة حاصل على لصوص الحقوق بس ما قلتش بتقدير جيد. أنا ما قلتش بتقدير جيد على فكرة. المفروض تقول لي أنت كده أخطأت. أنا أخطأت؟ أخطأت. صح؟ لا ما أخطأت. إيه رأيك أنا أخطأت؟ لأن شرط الجيد مطلوب للتعيين في وظيفة معاون نيابة مش للتعيين في وظيفة جيد. لكن خلي بالك لو واحد بقى هعينه قاضي على طول وما كانش متعين في النيابه قبل كده، هو ممكن اعين واحد في القضاء. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله خلاص. فاهم اللي حدوته؟ فانا بقول لك ركز معايا، الشرط ده مطلوب للتعيين في وظيفه معاون نيابه. المنطق الطبيعي والتسلسل الطبيعي، مش الحاجه سهله، التسلسل الطبيعي للتعيين في وظيفه القضاء ان بتعين الاول معاون نيابه وبعدين ايه؟ مساعد نيابه. انت مش عارف، انت لما تتعين في النيابه مش هتبقى عارف التسلسل حتى بتاعك. معاون نيابه وبعدها مساعد. لا. مساعد نيابه وبعدها وكيل وبعدها وكيل نيابه وبعدها يا رئيس نيابه يا قاضي. يعني ممكن تغير خط السلفه بعد وكيل ممتاز، ممكن تغير خط السير بتاعك، يا اما تستمر في سلك النيابه العامه، لان خلي بالك ده سلك وده سلك تاني خالص. واصله؟ ممكن تغير خط السير بتاعك وتتعين قاضي بعد وكيل ممتاز. خلاص؟ طب ممكن اتعين قاضي من حته تانيه غير النيابه ولا مش ممكن؟ ممكن. ممكن قوي. تتعين قاضي من هيئه قضايا الدوله. تتعين قاضي من هيئه النيابه الاداريه. تتعين قاضي من مجلس الدولة، تتعين قاضي من المحامين، تتعين قاضي من أساتذة الجامعة. كل دول ينفعوا يتعينوا قاضي على طول بدون المرور بسلك النيابة العامة. بدون المرور ده حتى في ربع الدرجات سر، ده الربع اللي غير مفاعل، ربع الدرجات المفروض بيبقى للناس اللي مش من بره النيابة العامة. لكن هذا الربع غير مفعل، غير ايه؟ غير مفعل. يبقى عشان كده مش لازم عشان تعين في وظيفه قاضي او في منصب، لان ممكن البعض يزعل يبقى زعلان يقول لك وظيفه، هي وظيفه ولا منصب؟ هي في موقع الوظيفه، عمل الوظيفه. ماشي خلاص، في وظيفه قاضي، خلينا في وظيفه بقى، في وظيفه قاضي اشترط ان يكون حصل تقدير، لا يشترط هذا الشرط الا للتعيين في بدايه السلك القضائي
وسيله النيابه العامه بصفه ايه خاصه والنيابه الاداريه وهي قضايا الدوله ومجلس الدوله. الشرط الثاني تذكر معايا ان يكون مصري جنسيا، ان يكون مصري الجنسيه. قلت لك الشرط ده شرط في القانون الوضعي، لكن في الشريعه الاسلاميه الشرط ده مش مطلوب، لان زي ما قلت لك هي الفكره في الشريعه الاسلاميه ايه؟ ايه هي الدوله في الشريعه؟ الدوله الاسلاميه مش الدوله المصريه او الدوله السعوديه او الدوله التونسيه او الدوله، لا الدوله الاسلاميه. فعشان كده فكره الجنسيه مش موجوده في الشريعه الاسلاميه. فكره الجنسيه مش موجوده في الشريعه الاسلاميه. انت ما تستغربش وتقول الشريعه متكلفه، اياك ان انت تقول الشريعه متكلفه، لان هي باين نظام القانون بتاعها على ان الدوله هي الدوله الاسلاميه. فمفيش فرق بقى بين عراقي واوعى تقول لي والوطنيه، او حد اتكلم في الوطنيه. والله انك من اللي قال الكلمه دي؟ انك لاحب بلاد الله الي، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. مين اللي قال الكلام ده؟ اهل مين؟ لمكه. فحب الوطن مش محتاج دندنة ولا اغاني ولا اعلام، مش كده برضه؟ ولا مش محتاج الكلام ده، هنا جوه مغروس مزروع تقدرش تطلعه. ماشي واصله؟ فاحنا موضوع الجنسيه ده موضوع جد علينا، لان اصبحنا دول متفرقه. اصبحنا ايه؟ دول متفرقه. فحق لنا بقى ان احنا نقول جنسيه، لان ممكن القطري يعني لنا مصايب هنا لو مثلا بقى نقول مثلا يعني بتاخد بالك، لكن الاماراتي مش هيعمل مصايب. مثلا يعني انت لو في حد قطري هنا ولا عراقي ولا حاجه تمام. فكده يعني، فعشان كده قلنا الجنسيه المصريه. بس هو قال لك الجنسيه المصريه وسكت. اللي يتعين ان يكون جنسي مصري الجنسيه، ما قالش من ابوين مصريين زي رئيس الدوله. رئيس الدوله عندنا يتعين ان يكون مصري الجنسيه من ابوين مصريين. فخلاص اتقفلت. اللي مش من ابوين مصريين ما ينفعش يترشح لمنصب رئيس الدوله. لكن اللي مش من ابوين مصريين وهو مصري يبقى هو مصري بالتجنس. مش جنسيه اصليه، مصري ايه؟ بالتجنس. ينفع بقى يبقى في وظيفه قاضي ولا ما ينفعش؟ طبقا للقانون ينفع، لكن طبقا للواقع الله اعلم. اصلا طبقا للقانون ينفع ان هو يتعين في وظيفه قاضي. الشرط الثالث قلناه قبل كده برضه اللي هو اشترط حسن السير والسلوك. السلوك الا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمه مخله بالشرع او الامانه ولو كان قد رد الى اعتبار. وانا قلتها لك، طالما الختم اتحط ما يتشالش. بالنسبه للقاضي لو وظائف اخرى، اذا اتشال الختم اذا رد الى اعتباره يجوز ان يعود مره اخرى الوظيفه ما عدا وظيفه القاضي. بس الوحيده التي لا يمكن ولا يجوز له العودة إليها ولو رد إليه شرفه واعتباره. طب ليه؟ ليه؟ أقول لك ليه؟ هو محب كده. بس محب كده. لأن طبعًا هي وظيفة خطيرة. وظيفة إيه؟ خطيرة. فبيقول لك لا، ابعد عن الشر وغني له. بس غني له بقى. لا ولا حاجة. لو جريمة سياسية، جريمة قتل. جريمة القتل دي ليست مخلة بالشرف ولا تزوير. فديت ما تمنحش قانونا، ما تمنحش، لكن عملا الله اعلم. انت حظك قانونا ايه؟ ما تمنحش. واصله؟ في شرطين بقى مختلف فيهم الفقه الاسلامي عن الفقه الوضعي. قلت لك عليهم وتعملهم لو تحبوا تعملوا ابحاث لو تحبوا. يعني مثلا تقول لي بحث، يعني بحثي في المرأة القاضية مثلا، هل يجوز تولية المرأة القضاء؟ يجوز. وهتروح قايل بقى الحبش مع الموضوع وقايل الوضع في الشريعة الإسلامية والوضع في القانون الوضعي.
الشريعه الاسلاميه قلت لك عندنا اراء مختلفه. الشريعه الاسلاميه جمهور الفقه الاسلامي لا يجوز. جمهور الفقه الاسلامي على انه لا يجوز توليه المراه القضاء. الجمهور كله. بس خلي بالك الجمهور مش معناها اجماع. الا تحسب كلمه الجمهور يعني في اجماع. الجمهور يعني غالبيه. خلاص؟ يبقى غالبيه الفقه الاسلامي بيقول انه لا يجوز توليه المراه في وظيفه القضاء ايا كان الوظيفه دي. يعني لا مدني ولا جنائي ولا اداري ولا الى اخره. ولا اسره حتى. ولا قاضيه في محكمه الاسره. مين اللي بيقول الكلام ده؟ جمهور الفقه الاسلامي. بعض الفقه الاسلامي راي اخر بيقول لك يجوز اللي هو الامام ابو حنيفه ومن صار على هذا يجوز توليه المراه وظيفه القضاء في غير الحدود. يعني في غير الجنايات، يعني ممكن تبقى قاضي مدني، تبقى قاضي اداري، تبقى قاضي في محكمه الاسره. ماشي؟ خلاص؟ ده الراي الثاني. الراي الثالث وراي الامام ابن حزم الظاهري. المفروض تبقى عارفه. تبقى الائمه بتوعنا يا جماعه، ايه الائمه بتوعنا؟ والله انت كنت عارفه. انا عارفه. ها؟ عارفه مين؟ الامام ابن حزم الظاهري قال يجوز ان تتولى المراه القضاء عامة في كل المناصب القضائيه المختلفه يجوز ان تتولى المراه القضاء فيها. وانت لك ان تختار او ان ترجح. انا عايزك من دلوقتي عشان انت في طريقك تبقى دكتور تكون ملكه البحث العلمي عندك. طب ملكه البحث العلمي عندك تتعامل ازاي؟ واصل انت مش جاي برضه اقول لك كلمتين وتروح نرجعهم. بلاش نرجعهم في الورقه دي الاجابه وخلصنا. انت كده ما عندكش حاجه تانيه. ده عاوز نعمل ملكه قانونيه. الملكة القانونية ما تتعاملش بالتلقين ابدا، يعني مهما لقن فيك ولا هيتغير اي شيء عندك. الملكة القانونية بان انت تبحث الاراء المختلفة وترجح منها. ويبقى عندك ملكة التفسير. انت تفسر نص قانون او تفسر حكم او تعلق على حكم. يعني لما جيت لك انا نفسي اعمل كده، بس انا مش شايفك مشجعني. انا هقول لك مثلا هجيب لك حكم حديث في الموضوع اللي احنا بنشتغل فيه. حكم في رد قاضي مثلا معين لما نتكلم في الرد او حكم في مساله من المسائل الدستوريه او الى اخره اقول لك علق على هذا الحكم. تعرف تعلق عليه؟ لو عرفت تعلق عليه بتطمن على نفسك وعلى المنهج القانوني بتاعتك. ما عرفتش تقول لي اعمل ايه واتصرف ازاي واروح منين واجي منين يبقى انت لسه ان شاء الله بتحكم واللي بيحكم برضه مصيره يمشي. صح ولا لا؟ مصيره يمشي ما فيهاش كلام ديت. فالمهم يعني انت المفروض يبقى عندك بقى ملكة الترجيح بين الآراء القانونية المختلفة. ده بيقول ها ما ينفعش خالص. وده بيقول ينفع في كله. واحد شغال وسط ينفع في حاجة وما ينفعش في حاجة. ليه الناس قالوا الكلام ده؟ المفروض تبقى تسأل نفسك ليه اختلفوا الاختلاف ده؟ في كيفية أو في تولي المرأة القضائية ليه اختلفوا؟ مع إنها هما الأساس بتاعهم واحد. الحاجه المصدر اللي بيشربوا منه مصدر واحد وهو القران والسنه. اختلفوا ليه؟ فاهم؟ رغم ان هو النص عندنا سواء نص قراني او نص حديث. ما اختلفوا ليه؟ فاهم الحدوته؟ انت لو عندك بقى ملكه الترجيح يبقى انت وصلت لايه؟ لمرحله تطمن على نفسك فيها ان شاء الله باذن الله. خلاص؟ خلاص؟ الشرط الثاني مختلفين فيه برضه بين الفقه الوضعي. طبعا قلت لك في الفقه الوضعي بقى مفيش حاجه اسمها المرأة لا، المرأة نعم ثم نعم. حد يقدر يقول غير كده؟ يا رجال العالم اتحدوا. مش يا رجال العالم بقى هم اتحدوا لغايه ما عدونا الضربه الابيض. خلاص المطلوب بقى يا رجال العالم اتحدوا لان خلاص المرأة تغزو. المرأة الآن تغزو. مجلس القوم المرأة ما خلاش حاجة. يعني هقول لك على حاجة بالنسبة للمرأة. المرأة لما بترفع دعوة إيه اللي بيحصل؟ إعفاء من الناس والمصاريف وتوقيع محامي. هي تخلص بنفسها. تخلص دنيتها بنفسها مع نفسها كده.
بس دي مبادئ قانونية متعلقة بالنظام العام بس ولو، لكن لابد من الخضوع لما تحتاج المرأة في هذه الجزئية. فزي ما قلت لك المرأة في الدستور عندنا واخدة حقها أو تالت وتالت. أنا عاوزك تجيب لي كلمة هم ذكروها عن الرجل في الدستور. الراجل مفيش كلمة راجل في الدستور خالص، لكن في كلمة امرأة مفيش كتير جدا. ماشي خلاص. المرأة تدخل تدخل الدولة. خلي بالك ايه، مش اي حد يدخل، ده الدولة نفسها تدخل الدولة. تعيين المرأة في كافة الهيئات القضائية. انا بقول لك الدستور، انا قلت لك الدستور، لكن انت دلوقتي خدت مكانك في هيئه قضايا الدوله، خدت مكانك في النيابه الاداريه، فاضل مكانك وحقك بالدستور، حقك في النيابه العامه وحقك بالدستور في مجلس الدوله، رغم ان صدر قرار من المجلس الخاص بمجلس الدوله. طب انتوا عارفين يعني ايه المجلس الخاص بمجلس الدوله؟ يعني اعلى مجلس. زي المجلس السباعي، زي اللجنة السباعية في القضاء العادي، اللجنة اللي بتعين، اللجنة اللي بتعين، مجلس القضاء الأعلى، مجلس القضاء الأعلى، هو اسمه مجلس الخاص في مجلس الدولة، خد قرار إن الماء، شوف زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، على بسيط، على بسيط إن المرأة تخش عندنا، خلاص؟ يعني خدوا، بس القرار ده مخالف للدستور، القرار ده مخالف للدستور يا جماعة. واللي يخالف للدستور ولو كان صادر من مجلس القضاء الاعلى او من مجلس الدوله هباء منصور. اللي يخالف الدستور هباء منصور، لا قيمه له، ليس له ادنى قيمه قانونيه. قرار منعدم، القرار اللي يخالف الدستور قرار منعدم لا يرتب اي اثر وليس له اي قيمه وعلى مسؤوليتي. خلاص وصل عمليا يا دكتور ليا اصلا. انا بقول لك عمليا بقى انت حره، انت وانت ولا حظك انت اللي تقدر تعمل ايه. مفيش فايده. لا بس قلت 2013 كلامها كويس، كلام اختكم كويس. انت اسمك ايه؟ كلام اختكم دعاء كويس جدا. احنا رفعنا قضيه 2013، خلي بالك في 2013 دستور 71 وسورة 2012 ما كانش فيه الكلمه دي. لا بس ما كانش فيه لا ايه؟ لا ما كانش فيه الماده دي، ما كانش فيه الكلمه دي. لا 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 ما كانش فيه الكلمه دي. على كل حال انت ما زال من حقك انك تدفعي ده. ما زال من حقك تدفعي ده وتكرري وتلحي، مازال من حقك ان انت تلحي في المطالبه بالحق، الالحاح في المطالبه بالحق، ولا يضيع حق وراءه مطالب، ولا يضيع حق وراءه ايه؟ وراءه مطالب. انت لو لحيت في المطالبه بالحق وكافحت هتديه مننا كمان، يعني الحمد لله انت زحمتينا في حاجات كتير جدا ومطلوب تزحمينا في الفاضل. ماشي خلاص؟ الو كارو وعليكم السلام. ايوه مين معايا؟ مين؟ طب اتفضل 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 خلاص. دي هو مكان عندنا في مكان عندنا في المحاضرة الفائدة للناس اللي ما كانتش حاضرة. انا صممت ان انا اعيدها مرة اخرى عشان في ناس جديدة ما كانتش حاضرة المرة اللي فاتت. اللي موجود النهاردة ايه بقى؟ ايه هو اللي موجود النهاردة؟ عرادة. ها؟ ايه؟ عرادة. لا اللي هو قبل الرد، اللي هو ضمانات القيد بصفة عامة، يعني الموضوع اللي احنا هنشتغل عليه النهارده ضمانات القاضي. ايه اللي يضمن؟ ايه اللي يضمن؟ زي ما قلت لك
ان يبقى عندك قاضي مستقل ومحايد ونزيه. ايه اللي يضمن؟ انت بالفكاكة مش بالدراسة. بالفكاكة ايه اللي يضمن لك؟ حولك على كلمة بلد. انا عاوز قاضي لا يحب ولا يكره. ايه رأيك؟ ايه دي؟ انا عاوز قاضي لا يحب ولا يكره. صمم. لا لا ما اقصدش صمم. قاضي فعلا لا يحب الخص ولا يكره الخص. لان لو في سبب خلى القاضي يحب الخص هيعملوا ايه؟ هيظبطه؟ مش كده برضه ولا لا؟ ولو في سبب يخلي القاضي يكره الخص هيعملوا ايه؟ هيخرب بيته. مش كده برضه ولا لا؟ يبقى يا اما هيظبطه يا اما هيخرب بيته. انا مش عاوز قاضي يعمل ده او ده. انا عاوز قاضي ايه؟ محايد وسط عادل لا يميل يسرة يمنة او يسرة شمالا او يمينا ولا يجور في حكمه ولا يجامل في حكمه. يبقى لا يجور في حكمه ولا يجامل في حكمه. يبقى عاوز قاضي لم تتوفر لا يوجد فيه اي سبب من اسباب الكراهية للخصم او من اسباب الحب للخصم. طيب سؤال تاني بقى، ايه اللي ممكن يخليك تحب؟ اول حاجة يخليك تحب الكرامة. سبب المحبة سبب الطبيعي عند البشر كله لمحبة الشخص. طبعا الحب التاني ده ملوش دعوة بيه، بتكلم على الحب الطبيعي ماشي مش الصناعة. الحب الطبيعي اللي يخليك تحب اللي هي القرابة. القرابة أول سبب يخليك تحب. بس خلي بالك المشرع عمل توزيعة جميلة جدا للأسباب دي، الأسباب الحب والكره. قال لك لو الأسباب الحب أو الكراهية قوية جدا هتخلي القاضي، لو هو في سبب من أسباب الحب أو الكراهية هتخلي القاضي غير صالح لنظر هذه الدعوة. في اي سبب من اسباب المحبة او الكراهية في القاضي هتخليه غير صالح لنظر هذه الدعوة اللي فيها خصم بيحبه وبيكرهه. بس بشرط ان يكون سبب الحب او الكراهية سبب ايه؟ قوي جدا. لكن لو السبب ده الحب او الكراهية برضه سبب ضعيف شوية مش قوي هتخليه بصدد حالة من حالات الرد. يبقى انت كده فرقت ولا ما فرقتش؟ من ايه؟ من حالات عدم الصلاحيه وحالات الرد. انا كده بالكلام ده فرقت من حالات عدم الصلاحيه وحالات الرد. حالات عدم الصلاحيه هي اسباب قويه تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوه، وهي اسباب عشان كده متعلقه بالنظام العام. تعليق النظام لا يجوز مخالفتها او الاتفاق على مخالفتها. واذا القاضي حكم في قضيه هو غير صالح فيها الحكم باطل مطلقا مطلقا متعلقا بالنظام العام. وصلت؟ ها؟ اسباب عدم الصلاحيه ها هي اسباب قويه متعلقه بالنظام العام تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوة وتجعل الحكم الصادر من مثل هذا القاضي باطل مطلقا مطلقا متعلقا بالنظام. سهل ولا صعب؟ خلاص؟ التاني العكس، غش بقى من الاولانيه بس اعكس. التاني الاسباب ايه؟ ضعيف. يبقى ايه؟ يبقى غير هتكمل. يبقى الحكم اللي يصدر فيها غير متعلق والنظام برضه غير متعلق وقد لا يكون باطلا اذا لم يتمسك الخصم برده، لانها طالما غير متعلقه بالنظام العام يبقى هيبقى الامر متوقف على مين؟ تمسك الخصم. على موقف الخصم. هيبقى متوقف على موقف الخصم، هو اللي يطلب رده او هو اللي يسمح له ان هو يحكم. هو اللي يطلب رده او يسمح له ان هو يحكم رغم ان في سبب من اسباب الرد. واصله مش واصله؟ مهمه جدا 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 ان انت تفرق بين حالات عدم الصلاحيه اللي متعلقه بالنظام العام واللي تجعل الحكم باطل مطلقا مطلقا متعلقه بالنظام العام، وحالات الرد اللي هي مش متعلقه بالنظام العام
وما تخليش الحكم باطل. والامر يتوقف في النهايه على موقف الخصم، اما ان يطلب رده واما ان يتركه يحكم في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حكما صحيحا. صحيح. انا بقول الخصم لو ما طلبش الرد ممكن القاضي من القاضي نفسه لا حد لا لان في حاجه اسمها تنحي الجواز. ده لو ما رحتم القاضي يا ستي تنحي الجواز هو في غير هذه الحاله. خلاص هو في غير حتى هذه الايه؟ واصله؟ نشوف بقى الحالات. نشوف الحالات؟ حالات عدم الصلاحيه. قلت لك حالات حب او كراهيه قويه. قلت لك خلينا في الحب. خلينا في الحب الاول. حب من اول نظره. خلاص؟ خلينا في الحب. انا قلت لك اول سبب طبيعي للحب هو القرابة. هو القرابة. خلاص؟ بس قرابة مين لمين؟ قرابة ايه؟ القرابة. انا هعلمك الحدوته كلها لان عندي اسمهم ايه؟ اشخاص الدعوه. حاجه اسمها ايه؟ اشخاص الدعوه. مين هم اشخاص الدعوه؟ المحكمه. الهيئه. الهيئه. هيئه المحكمه. وعضو النيابه العامه او ممثل الدعاه ممثل النيابه العامه. والخصوم. والخصوم والدعوه والدعاه له غير. ووكلاء الخصوم. هتقولي وشهود؟ لا بره الشهود بقى. هتقولي الجمهور؟ لا ما ينفعش. هنصنع بره. هندخل في اشخاص الدعوه. ها؟ الهيئه اللي بتحكم وعضو النيابه الممثل للدعوه والخصوم ووكلاء. كم محور؟ اربعه. اعضاء الدائره. عضو النيابه العامه الموجود في الدعوه. الخصوم ووكلاء الخصوم. لكن الشهود والجمهور مش معناها بقى لو انا بقى قريب احد الشهود او قريب احد الجمهور اللي قاعد مش حاجه ما حدش حاجه في اي حاجه. خلاص؟ واصله؟ هم دول الاربعه لازم يبقى القاضي مش قريب اي حد من دول. مش قريب اي حد من دول. يبقى اول حاجه خلينا الخصوم. يبقى لا يجوز ان يكون القاضي قريبا لاحد الخصوم في الدعوه. لا يجوز ان يكون القاضي قريبا لاحد الخصوم في الدعوه سواء كان مدعي ولا مداعي. يبقى اذا كان قريبا للمدعي يحكم ولا ما يحكمش؟ ما يحكمش. طيب قريبا للمداعي ما يحكمش. طب قرابه لغايه امتى؟ لغايه فين؟ لغايه الدرجه الرابعه. تعرف تحسب لي قرابه الدرجه الرابعه؟ يعني انت مراتك قريبتك من الدرجه الكام؟ دي مصاهرة. مراتك قريبتك من الدرجه الكام؟ مصاهرة دي. مراتك قريبتك من الدرجة الكام؟ مش قريبتك خالص. ولا تعرفها. لا مش قريبتك. ده هي. هي لا 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 مش قريبتك. هي أكثر من قريبتك. وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لها. يبقى هي مش قريبتك. ده هي وانت واحد. مش كده؟ عشان كده اسمه الزوج. امال انتوا اسمكم زوجين ليه؟ يعني انت اسمك زوج وهي اسمها زوج. لما مش بلاش لما تلبسوا بعض لما بتعرفوا. بتبقوا واحد، بتبقوا حاجه واحده. خلاص هي اكتر فعلا من قريبتك، مراتك اكتر من قريبتك. مراتك اكتر من قريبتك. لكن خلينا في القرابه بقى الحقيقيه اللي هو قريبك لغايه الدرجه الرابعه. سواء قرابة نسب على عمود النسب أو قرابة حواشي، وأنت مش فاهم حاجة طبعًا. طب يعني إيه قرابة قرابة العمود عمود النسب؟ مين اللي قريبك على العمود؟ الأب والجد والإخوال وأولاد ال الأب والجد وإن علا والابن وابن الابن وإن علا. هتبص تلاقيهم كده على العمود. على العمود كده. لا مش الفروق، الأصول والفروق بس. الأصول كده. على عمود النسب خط مستقيم. اللي قريبك على خط مستقيم اسمه قريبك على عمود النسب. او قرابه حواشي يعني ما تعرفش تروح له الا لما تنحرف شمالا او يمينا. لو في قلم. قلم اهو. هو شوف اهو القاضي هو القاضي. ده القاضي. اللي قريبه على العمود الاب. وكمان الجد.
وتحت العمود يعني زي ما احنا على العمود الابن وتحت ابن الابن. لو هو قريب حد من دول، لو حد من دول خصم في الدعوة، والده ولا جده ولا ابنه ولا ابنه ابنه خصم في الدعوة، يبقى القاضي يصلح نظر الدعوة ويدخل طبعا. وبعدين ندخل مين كمان بقى؟ قرابة الحواشي. الحواشي يعني ايه؟ يعني ما تقدرش توصل له ولا ما تنحرش ماله ولا يمين. هو انت عمك العم، ما العم هنا في ريح الاب كده، والاخ مش كده برضه ولا لا؟ اخ القاضي وعم القاضي. عم القاضي بيوصل له ازاي؟ درجة ثالثة. اه الاب وبعدين الجد وبعدين النزول للعم. درجة ثالثة. يبقى درجة كام؟ ثالثة. واحد اثنين ثلاثة. اه ما تحسبش القاس، حسب لازم تقول كده لازم تقول كده مش هتفهم. المهم هو قريبك من درجة ثالثة. طب اخوه درجة ثانية. درجة ثانية. لانك بتروح للبعض للاب فاهم؟ وبتنزل للاخ. واصلة؟ اكتب شوف اعملها. وتروح للاب وتنزل للايه؟ للاب. طب ابن العم. درجة رابعة. ابن العم. ابن العم. خليه فين هنا؟ العم. يبقى لازم تنزل له كمان درجه، يبقى الدرجه الايه؟ رابعه. دول كل قرايبك سواء قرابه مباشره اللي هي قرابه العمود عمود النسب، او قرابه غير مباشره اللي هي قرابه الحواشي. وكل دول لو كان حد فيهم موجود في الدعوه يبقى لا يجوز للقاضي الحكم في هذه الدعوه. لا يجوز للقاضي الحكم في هذه الدعوه سواء قريبك اللي موجود في الدعوه مدعي او داعي. سهلة ولا صعبة؟ نكمل بقى مع الناس التانية بس القصة عشان ما نضيعش وقت. إيه هي الناس التانية؟ الخصوم اللي هم؟ وكلاء الخصوم، خلينا في الخصوم برضه معاك، وكلاء الخصوم. لا يجوز للقاضي أن يكون وكيل قريبا لوكيل أحد الخصوم، اللي هو المحامي بتاع القصر. لا يجوز أن يكون القاضي قريبا لوكيل أحد الخصوم أو لمحامي أحد الخصوم. فإذا كان قريبا للمحامي أحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة كان القاضي غير صالح لنظر هذه الدعوة. كان القاضي غير صالح لنظر هذه الدعوة، وده منطق لأنه برضه هيعوز يكسب قريبه القضية، هيعوز يكسب قريبه اللي هو المحامي القضية في هذه الحالة. وعشان كده أنا ببعده عن هذه الشبهة القوية وبقول له أنت غير صالح لنظر هذه الدعوة اللي محامي الخصم فيها قريبا. المحامي القسم فيها قريبا. مش في تفصيل قرابة نسب ولا قرابة مصاهرة؟ قرابة نسب ومصاهرة، برافو عليك. سواء قرابة نسب أو قرابة مصاهرة. ده وده كل. حتى الدرجة الرابعة قرابة نسب وقرابة مصاهرة. طب يا دكتور أنا هحسب قرابة المصاهرة إزاي؟ هي نفس القصة، مش أنا قلت لك الزوجة. لا والزوجة مش درجة أهو. الزوجة هي أنت. كان قلت لك أنتوا الاثنين واحد. طيب أب الزوجة، أب الزوجة. درجة تانية، درجة أولى. هو اب الزوجه، قريب الزوجه من الدرجه الكام؟ الاولى. الاولى يبقى قريب من الدرجه الاولى. فاهم؟ كده قلت لك من واحد. اللي قريب مراتك من الدرجه الاولى قريبك انت برضه من الدرجه الاولى. واللي قريب مراتك من الدرجه الثانيه قريبك انت برضه من الدرجه الثانيه. عشان كده الاثنين واحد. طيب ابن الزوجه، ابن الزوجه. درجة أولى. ابنه ابنها من حد تاني، يعني كانت ربنا مسهل لها واتجوزت وجابت واحد وخلفت وبعدين اتجوزتك انت. درجة أولى؟ يبقى ابن الزوجة اللي هو مش ابنك. ابن الزوجة اللي هو مش ابنك. برضه قريبك من الدرجة الأولى. برضه قريبك من الإيه؟ من الدرجة الأولى. وجد الزوجة قريبة من الدرجة التانية، يبقى قريبك أنت من الدرجة التانية. واصلة؟ خلاص؟ طب دكتور في تفصيلة بالنسبة لوكلاء الخصوم، بالنسبة للمحامي اللي بيتوكل عن الخصم، أنا قريت تفصيلة بتقول إنه ما يصحش للمحامي اللي بيتوكل عن الخصوم لو القاضي الدعوة رفعت على القاضي وتبين من القاضي هو المسؤول عن الدعوة دي. أما يعني لو كان المحامي والقاضي في درجة قرابة بينهم انه المحامي ما يصحش يترافع عن الدعوة. طيب لسه بقول لك اهو ده اللي بقوله. ده اللي بقوله، بقول لك ما يصحش القاضي يحكم في قضيه
المحامي اللي فيها قريب. فبقول العكس. ليس هناك قيد على المحامي في انه ياخد قضيه انه القاضي فيها قريب ولا مش قريب، لان القضاه بيتغيروا اساسا في القضيه يا جماعه. القضيه بتقعد في المحكمه سنه واثنين وثلاثه وعشره وعشرين سنه. خلاص؟ لو انا عملت قيد على المحامي انه ما ياخدش قضيه قريبه قاضي فيها، هنبوظ الدنيا على المحامي. لا، هو ياخدها والقاضي يتنحى. هو ياخدها والقضاء يسمع. القضاء كتير الحمد لله والدنيا ما فيهاش اي مشاكل. واصله؟ خلاص؟ طيب، كما لا يجوز ان يكون القاضي قريبا لاحد اعضاء الدايره اللي موجودين معاه. يعني ما ينفعش عضو الشمال او عضو اليمين يبقى قريب القاضي لغايه الدرجه الرابعه. لان ما ينفعش كده هو وعياله يعملوا دايره دي. تبقى حدتها وحشه قوي، شكلها وحش قوي يعني بصراحه. مش كده برضه يعني جيب عياله؟ لان طبعا عندنا قضايا كتير جدا عندهم اولادهم كلك كلك قضاه. انت واخد بالك؟ ما ينفعش انا اقعد كده واجيب ابني عضو يمين وابني الثاني عضو شمال. هو كان يا ابني ويبقى زدنا في دقيقة كده واجيب لك والحفيد مبسوط. طب ما ينفعش حدوته دي. ما ينفعش خالص. يبقى اتنين في الدايرة قريبة. فش خالص اقول لك اتنين في الدايرة قريبة لغاية الدرجة الرابعة. قرابة نزل او قرابة مصهرة. قرابة نزل او قرابة ايه؟ مصهرة. اذا كان لازم فيهم واحد يتنحى. لازم فيهم واحد يتنحى. بس خلي بالك انا قلت ما ينفعش هو وعياله وهو ابن عمه وهو عمه يبقى اعضاء في الدايرة، لكن جايز اقول ان هم اعضاء في المحكمة. بس الدوائر ايه؟ مختلفة. يعني حتى ممكن يبقوا هم في نفس المحكمة، محكمة اسكندرية في دايرة مثلا، لكن عندنا 20 دايرة، أنا في دايرة، وابني الثاني في دايرة، وابني الثالث في دايرة، وابني الرابع في دايرة، وهكذا، مش مشكلة خالص. لكن ما ينفعش إن أنت تجمعهم كلك في دايرة واحدة. ما ينفعش إن أنت تجمعهم كلك في إيه؟ في دايرة واحدة. خلاص؟ كمان آخر حاجة بقى في القرابة، دي كلها قائمة على كلمة إيه؟ قرابة. لا يجوز للقاضي أن يكون قريباً لممثل الدعاء اللي هو بيطالب بتوقيع اقصى العقوبه على المتهم اللي هو النيابه العامه. لا يجوز للقاضي ان يكون قريبا لممثل الدعاء او النيابه العامه عضو النيابه العامه الممثل في الدعوة حتى الدرجه الرابعه قرابه نسب او قرابه ايه؟ او قرابه مصهره. وده منطق برضه. ليه؟ هتقول ما هو مش عضو في الدائره معانا. هو مش عضو بس رايه مؤثر. مش هو بيتلو لائحة الاتهام وبيكيل الاتهامات كيلا للمتهم؟ مش كده برضه ولا لا؟ فممكن رأيه يؤثر في القاضي خاصة إذا كان قريبه، وبناء عليه ما ينفعش يبقى قريبه في هذه الحالة. بيقعد معاهم في غرفة. طيب، السؤال بقى طالما هو طرحه كده، لو انتوا عندكم فكرة، الحمد لله أنا على يقين انتوا عندكمش فكرة بقى. ماشي. طيب، المداولة عضو النيابة العامة بيبقى فيها؟ مش وقت المداولة يعني قبل الجلسة مثلا بعد الجلسة. شوف، بس هقول لك على حاجة حلوة بقى. في فرق بين التشكيل في جلسة المرافعة والمداولة. التشكيل في المرافعة لازم يبقى أعضاء الدائرة وممثل الدعاء. لو ممثل الدعاء مش موجود يبقى جلسه المرافعه باطله. يعني التشكيل كده ايه؟ باطل. لكن في المداوله بقى لا يجوز ان يعمل المداوله، ركز معايا، غير اعضاء الدائره. بس في المداوله قاصره على اعضاء الدائره. بس لو حد حضر تاني غير اعضاء الدائره ولو النائب العام يبقى الحكم باطل. ولو رئيس محكمة الأمن طالما ما هوش عضو في الدائرة يبقى الحكم باطل. لو وزير العدل، لو السيسي نفسه موجود في الدائرة
يبقى في هذه في المداوله يبقى الحكم في هذه الحاله باطل، لان دخل المداوله شخص مش من ضمن اعضاء الدائره اللي هي هتفسد في الايه. لا يجوز ان يحكم المداوله غير اعضاء الدائره، غير اعضاء الايه الدائره. خلاص، دي اول سبب من اسباب الحكم. اسباب الحكم الثانيه، في اسباب ثانيه في بزنس. ها البزنس فلوس، احب يعني حب حب الفلوس وحب المال، تاخد بالك؟ دي من الحاجات اللي محببه الى الانسان بطبيعه الحال. وعشان كده لو في بيزنس في الدعوه ما ينفعش القاضي يحكم فيه. طب بيزنس ازاي بقى؟ ازاي يبقى القاضي ليه بيزنس في الدعوه دي؟ افتكر معايا، فكر معايا كده، ازاي يبقى القاضي ليه بيزنس في الدعوه؟ بيزنس يعني مصلحه ملك حد قريبه، عشان ايه انت تبقى فاهم؟ مصلحه للقانون، شريك في الشركه، في الشركه اللي رفعت الدعوه، او والده هو او احد. ركز معايا بقى، لا يجوز ان يكون القاضي او احد اقاربه، ركز على عمود النسب بس، مصلحه في الدعوه. اذا كان للقاضي او لاحد اقاربه على عمود النسب اللي هو والده او جده او ابنه او ابن ابنه مصلحه في الدعوه، اذا كان لهم بزنس في الدعوه، فلا يجوز للقاضي ان يحكم هذه الدعوه. ها انت اذا كان ليه هو او احد قرايبه على عمود النسب، على عمود بس، قرابه الحواشي ما لهاش في القصه دي. افهم معايا عشان يطلع حتى في الصح والغلط. كان هو المصلحه قاصرة على القاضي وأحد أقاربه على عمود النسب. إذا كان حد فيهم له بزنس في الدعوة أو له مصلحة في الدعوة، يبقى بعيد على القاضي أن يتنحى عن نظر هذه الدعوة، لأنه هيحاول يبحث البزنس عن البزنس في هذه الدعوة. مش كده برضه ولا لا؟ زي ما أنت قلت، إذا كان هو أو أبوه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه شريك في الشركة اللي رفعت الدعوة، أو شريك في الشركة اللي مرفوع عليها الدعوة، واصله؟ يبقى له بزنس وله مصلحه في هذه الدعوه، يبقى بناء عليه لا يجوز له ان يحكم في هذه الايه؟ ان يحكم في هذه الايه؟ الدعوه. وصلت ولا صعبه؟ ها؟ سؤال. اللي على عمود النسب بس. على عمود النسب؟ ابن قريب من الولد. لا، والنازل اللي هو النازل اللي نازل مره واحده، ممكن ينزل اكثر من مره، يعني ممكن يبقى حفيدي او حفيد ايه او حفيد ابني. لا مش كله، حفيدي بس اللي في الدرجه الثانيه، لكن ابن حفيدي الدرجه الثانيه. حفيدي انا ابني في الدرجه الثانيه يا جماعه، هو لو سمحتوا زي ما انتم بتقول احنا قلنا ده قريب الارض في الدرجه الثانيه الاولى ده تانية ممكن ينزل كمان على ابن التاني. وصلت؟ خلاص؟ اكتب الكلام ده اهو. الابن مش محتاجة أي منطق، كل ما تنزل درجة كل ما تزود. مهما نزل مهما طلع بقى ماشي خلاص. فهو قريبك على عمود النسب لو له مصلحة في هذه الدعوة انت ما ينفعش تحكم فيها، وده منطق. هو يا جماعة كل ما في الأمر المشرع بيحميك انت كقاضي، بيحميك انت كقاضي، يقول لك خلي بالك انا بحفظك من الشبهات. اي شبهة؟ لا، اوعى تحط نفسك موضع الشبهات، حتى لو انت ضامن نفسك وضامن انت مش هتتغير وهتحكم العدل والحق، لا، انا برضه لازم احميك من الشبهه. ومن قيل وقال، صدقوني لو حصل وسمحنا له لابد ان يكون هناك قيل وقال، لا شك في ذلك. وكلنا بنقول يقول لك يا حي الله ابن عمه، هو ما هو قالها له، هو قالها للرسول صلى الله عليه وسلم لما راه الرسول تحاكم له شخص من الاشخاص بيشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لابن عمته اسقي
ثم ارسل لجارك، يعني اسكن الحاجه بتاعتك الارض بتاعتك وبعدين ارسله الميه. فراح ردد عليه الشخص ده وقال له ان كان ابن عمتك. هو يعني عشانه ابن عمتك بتحبيه خليسي الاول قبلي، فاهم القصه؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لا شك ان هو ليس محل شك، ورغم ذلك الراجل شك فيه، قال له يعني عشان ابن عمتك بتحبيله بتجوز له خلاص. وبناء عليه لازم انت تحمي القاضي من كل شبهات. ده السبب الثاني للحب. السبب الثاني للايه؟ للحب. لا مطلق مطلق متعدد النظام. اذا حاضر المداولة وثبت، خلي بالك لازم يثبت. بس خلي بالك الحكم ده محرر رسمي عشان ما تسجلهاش. ليس امرا سهلا ان انت تثبت ان سين ولا صاد حضر المداولة. لابد ان يكون الحكم نفسه قد اثبت ان فلان حضر فيه. طب لو هو ما اثبتش وكان فلان حضر فيها فعلا، لابد ان تطعن فيه بالتزوير. والطعن بالتزوير في حكم، وما ادراك ما الطعن بالتزوير في حكم. اصلا ما انا بقول لك اهو، يبقى انت كده مش تيجي كده داخل وخلاص اقول انا بطعن في الحكم لان فلان ولا سين ولا صاد حضر المداوله. لازم تامن نفسك وتقدر تثبت ان سين ولا صاد حضر المداوله، عشان ده لا يكون الا بالطعن بالتزوير. طب يا دكتور الحكم هيكون منعدم ولا باطل؟ لا باطل فقط وليس حكما منعدما. ندخل على الكراهيه الساعه كام؟ طيب هندخل على الكراهيه ناخد فيها شويه حاجات بسيطه كده ونطلق الصراحه ان شاء الله باذن الله. ايه بقى اللي يخليك تكره؟ الخصم. تكره بس العداوه هنا لازم تكون بلغت حدا. يبقى انا من ضمن اسباب عدم الصلاحيه كره القاضي للخصم. الكره اللي انا بتحدث عنه هنا كره وصل مرحله صعبه. متى يصل مرحله صعبه؟ عندما هو المشرع لا قدر، عندما يرفع الامر الى القضاء. يبقى اذا كان بين القاضي، هفهمها لك اهو، بين القاضي واحد الخصوم خصومه قائمه امام المحاكم. فاهم نقول ايه؟ القاضي او زوجته. خصومه قائمه مع احد الخصوم او زوجته امام المحاكم. فاهم دوت؟ انا قلت القاضي او زوجته ليه؟ لان قلت لك هما الاثنين واحد. والثاني الخصم هو وزوجته واحد. فالخصومه اللي بينه وبين الخصم هي الخصومه اللي بينه وبين زوجة الخصم. وهكذا. الخصومه اللي بين الخصم وبيني هي الخصومه اللي بين الخصم وزوجتي. لان احنا الاثنين ايه؟ واحد. فاذا كانت هناك خصومه قائمة، ركز في كلمة قائمة دي بقى، لأن برضه في خصومة تانية هتبقى سبب رد. الخصومة اللي هنا ديت عشانها قوية والكر وصل فيه مرحلة صعبة هيبقى سبب عدم صلاحية. الكر التاني هيبقى سبب رد. هنا كر وهنا كر. الكر اللي هنا إيه؟ خصومة قائمة أمام المحاكم. يعني وصل الأمر بالنسبه للخصم او بالنسبه ليه ان انا رفعت على الخصم دعوه او هو رفع عليا دعوه. هتقول لي ازاي ده؟ اسمك ايه؟ حسين. حسين تعالى يا حسين اقف كده يا حسين. حسين بيه اهوت على اهو ده ده. اسمك ايه؟ معتز. معتز بيه اهوت وشاي عليك خلاص؟ ده جاي لي مثلا رافع دعوه على حسين، رافع دعوه على معتز. انا القاضي اللي هحكم، انا القاضي اللي ايه؟ اللي هحكم في الدعوه. خلاص؟ ايه اللي حاصل؟ اني انا كنت ساكن عند حسين في الشقه بتاعته او في العماره بتاعته ومبطلق عليه وبقالي سنتين ما دفعتش. انا بقى ومش هاممني وبقالي سنتين ما دفعتش ايه؟ اللي بقى. فحسين قبل ما يجي قدامه يرفع الدعوه على معتز كان رافع عليا قضيه قدام المحكمه لمطالبتي بالايجار بتاع الشقه اللي انا ساكن عنده فيها، او لطردي من الشقه، لطردي من الايه؟ الشقه لان انا قاعد فيها قوات واستقطارا بعد انتهاء عقد الايجار مثلا. فرفع عليا دعوه قبل ما يجيني
رفع عليا دعوى امام محكمه من المحاكم يطالبني بطردي من الشقه لان ما دفعتش الايجار او لان مده الايجار انتهت وما سلمتلوش الايه؟ ما سلمتلوش الشقه. فبص ليه حسين قدامي في قضيه بينه وبين ايه؟ فهمت الحدوته؟ فبص لقيت حسين قدامي في قضيه بينه وبين معتز. المشرع قال لك اوعى تحكم في القضيه دي. لان هعمل ايه في حسين؟ هعمل ايه في حسين؟ هجيب الضربه القاضي على طول خلاص؟ اقول له انت رافع عليا انت عليا الاستمناء. هي هتبقى كده. فعشان كده المشرع قال لك طالما ان في خصومه قبل ما يجون خصومه بيني وبين احد الخصوم قبل ما يجون ويرفعوا امامي دعوه يبقى في هذه الحاله يتعين على القاضي التنحي عن نظر هذه الدعوه اللي بين الخصم بتاعي وبين سين من الناس. اللي بين الخصم بتاعي اللي هو حسين وبين سين من الناس في هذه الحاله القاضي غير صالح لنظر هذه الدعوه. ركز معايا انا قلت ايه؟ يتعين ان تكون خصومه وقائمه امام المحاكم. لكن خصومه عاديه احنا بنقابل بعض الصبح بنظبط بعض الشيب. فدي خصومه. يعني بيديني كلمتين وانا برضه بزفه بكلمتين حلوين. دي خصومه وعداوه بينه وبينه. خلاص؟ بنصبح بعض تصبيحه حلوه. دي خص عداوه. لكن هذه العداوه لم تصل الى درجه الايه؟ الخصومه القضائيه من المحاكم. دي سبب من اسباب الايه؟ الرد. وليس سبب من اسباب عدم الصلاحيه. ونلتقي الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمه الله. لو عندك ظروف مفيش مشكله خالص يعني مش فارقه يعني اول ماشي خلاص.